أقام حضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر دسمان مساء اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح الأحمد الصباح مأدبة إفطار على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.